كابتن عادل الف مبروك. الاهلي بمن حضر عندك 9 غياب، مفترض انك انت اهم لعيب عندك فعلا متعورين، دي حقيقه مش بقلل من اللعيبه الموجوده، ولكن النادي الاهلي كده بمن حضر، فلنه النادي الاهلي مرعبه. انا بتكلم بجد يعني لما انت تكسب المكسب الكبير ده، اولا علشان انت لعبت بروح النادي الاهلي الشوط الثاني. حاجه ثانيه مهمه جدا، عجبني خالد قوي السرد باك. من مكاسب الفعل. مكسب مكاسب النادي الاهلي النهارده. صحيح. عجبني في سرعته. عجبني في ادائه بالفكر اللي هو عنده. انه ما بيطفش. لا ما شاء الله. لا لعيب كويس. الحاجة التانية المدرب كمان هدوءه. هدوءه وعدم اندفاعه. صحيح. احيانا بتبقى ممكن يعني في ماتشات تقللك شويه وفي ماتشات تعليك كتير زي الماتشات المهمه الكبيره. صحيح. فاداؤه النهارده مميز. كهربا ربوعه وخبرته، وكهربا لعيب مميز. محمد شريف نزل جاب جونين كمان، هداف يرجع لمستواه. صحيح. لما يلاقي واحد زي كهربا قدامه ويجيب اهداف كهربا ويعمل حاجات كويسه وهيبقى في منافسه، المنافسه الجيده الطيبه للنادي الاهلي. النادي الاهلي اخر نص ساعه تسيد المباراه. النادي الاهلي اخر نص ساعه كانه بيلعب لوحده. وفي نقطه صحيح. انا اشوف صحيح وانا دايما بقولها، اي فرقه النادي الاهلي يجيب فيها هدف، انا قلت لك حتى قبل كده مش عشان المباراه دي، حتى مباراه الزمالك ايوه قلت لك ان الاهلي يجيب هدف الاولاني، اي فرقه هتقابلك البلان الثاني ما بتعرفش تعمله قدام النادي الاهلي. انت مشكله النادي الاهلي ايه؟ ان كله بيلعبوا مدافع. صح. طول الوقت بيدافعوا وبيلعبوا النادي الاهلي من اخر تلت ملعب، حتى نادي الزمالك بيلعب من اخر تلت ملعب، لكن لما تجيب جون مبكر، انت النهارده جبت الجون متاخر بس الشوط الثاني مبكر بالنسبه للشوط الثاني، فايه اللي حصل؟ اتقلب لانه هيضطر انه يعمل بلان مش هيعرف يعمله مع النادي الاهلي. النادي الاهلي لو اديتني المساحه واديتني واحد ضد واحد واديتني اللعب المتوازن الهجومي زي الدفاعي انا هكسبك. بعدين في الاخر انا من وجهه نظري ما فيش حاجه اسمها ديربي بعد كده. لا ديربي ايه، وفي ارقام، مفيش ديربيات. بس الماتش النهارده ما فيهوش سحر. لا ولا في اي حاجه. ما فيهوش سحر، هو في فن بس في بس فن. هو بس انا عايز اقول لك كيفتك يا فندم. لا هم لا لازم يعني كيف طبعا، اصل انا بيعجبني طبعا لازم كيفتي طبيعي طبعا. لا انا بص غير سحر ولا شعوذه، انا بيعجبني حاجه مهمه قوي يعني دي طول عمري بحبها. انك انت لما تيجي تتكلم على حد كبير قوي صحيح، لو انت شاطر اتعلم منه. مظبوط. مش تنتقده. ليه؟ مزبوط. انت عايز تجرجر الراجل اللي تحت، طب ما تطلع له انت لفوق. مش هيعرف. هي دي المشكله، هي دي مشكلتنا احنا، بدل ما نطلع للراجل اللي هو احسن مني وافضل مني احنا عايزين ننزله. ليه تنزله؟ طب ما تطلع له، اجتهد يا حبيبي واطلع. لكن في الاخر عايز اقول لك حاجه، انا يعني ما ببقاش فرحان قوي في الماتشات اللي زي بالعادي انك انت تكسب، لانه انا من وجهه نظري عادي بالعادي انك انت تكسب. انا بالعكس انا زعلان وضيعنا من ايدينا فرصه كبيره انك انت تكسب 4 و5، وانا شخصيا يعني الفرقه متضايق منها في اخر الشوط الثاني ان هم ما كسبوش 5. الحمد لله كابتن عادل. الحمد لله. هي مش فطيره ولا حاجه. لا الحمد لله. بس انا بقول لك هي كده الكوره. لا انت لازم تجيب جون كمان والثالث والرابع. بس مبروك اللعيبه كانوا ابطال اللي موجودين.